بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا طلاب المرحلة الثانية. اليوم إن شاء الله راح أكمل محاضرة جديدة من محاضرات البيولوجي، وراح أخذ تكملة الانفيرتبرات اللي هو كجزء من عدي الكينغدام أنيميليا. إذن راح أخذ تكملة اللافقاريات اللي هي جزء من مملكة الحيوانات، وقلنا اللي قلنا انه هي تتقسم الى vertebrates and invertebrates اللي هي فقريات ولا فقريات، وقلنا ايضا انه بالنسبة لنا موجود عندي السيمتريكال ايضا اللي يميز هذه المجموعة، واللي قلنا انه هي تكون عندي اما تكون asymmetrical او radial symmetrical او bilateral symmetrical اللي هي عندي اما تكون عندي غير متناظرة او شعاعية او جانبية التناظر. وايضا اخذنا بالنسبه لكلاسيفيكيشن اوف انفيرتبريتس، وقلنا انه هي تقسم انتو 9 فوليوم، انه اخذنا التصنيف وقسمناه الى 9 شعب من اللافقريات. وايضا اخذنا من عندنا البعض اخذنا الاول شعب اللي هو عندنا الفوليوم بوريفيرا او السبونز شعبه الاسفنجيات او الاسفنج، والفاليوم كونتراتا او سنداريا معائية الجوف او اللاسعات، واخذنا البلاتي هيلمنثس او الفلات وورم اللي هي عندي شعبة الديدان المسطحة. اليوم ان شاء الله راح ابدي بشعبة جديدة اللي هي النيماتودا، فاليوم نيماتودا اللي هي شعبة الديدان الخيطية. نيماتودا هاف سيلندريكال سموث بوديز اند بايلاترال سيمتري. اذا الديدان الخيطية لها اجسام اسطوانية ملسة، وهذه تكون عندي جانبية التناظر. Their bodies are long, thin and pointed at both tips. انه اجسامها تكون طويلة نحيفة او رقيقة مدببة in both tips من الطرفين او من الجانبين. Sense organs are not well developed. اعضاء الحس ليست نامية بشكل جيد او ليست جيدة النمو. There are about 12,000 species، حوالي عندي 12,000 نوع. They usually have separate sex and internal fertilization. إنه هي عادة تكون عندي الأجناس فيها منفصلة والإخصاب من النوع الداخلي. Mostly they inhibit sediments. Mostly they inhibit sediment layers in water, both marine and freshwater, and are abundant in soil. إذن هي المسكن مالتها أو الموطن مالتها أو المكان السكن الهب يكون عندي بالسيديمنت لايرز أوف ووتر، بالطبقات المترسبة من المياه في الميريان أو الفريش ووتر بالمياه البحرية أو المياه العذبة، and abundant in soil، وأيضا بالتربة اللي تكون عندي متوفر بها أو غنية بالمياه، أو يعني نقول تربة رطبة أو مبللة. Why nematodes are ecological very important؟ أن هذا السؤال يقول لي ماذا تعتبر الديدان الخيطية مهمة بيئية. From their major roles of decomposers, they provide material recycling. إذا عندنا المهم إنه هي إلها دور major role، دور رئيسي as decomposers، إنه هي كمحللات provide material، توفر عندي المواد recycling أو توفر إعادة تدوير للمواد. Also there are many free living species. Some species are plant or animals parasites. إذا عندي بالإضافة إنه هي decomposers أو إنه واحدة من صفة من أنواع التغذية اللي بيها اللي هي تغذية الرمية أو كمحلل. أكو أيضا عندي قسم تكون عندي free species، إنه قسم تكون حرة المعيشة، والقسم الآخر تكون عندي parasites متطفلة plants or animals، متطفلة على النباتات أو على الحيوانات. Parasitic roundworms obtain nutrients and oxygen from their host.
بالنسبة للطفيليات أو الديدان الطفيلية من الديدان الخيطية الطفيلية تؤمن غذائها أو تحصل على غذائها والأكسجين من المضيف. زين أيضا بالنسبة لها it's a complete digestive system in round worm إنه عندنا بالنسبة لها موجود عندي جهاز يكون عندي أو الجهاز الهضم في هذه المجموعة تكون عندي متكامل أو جهاز الهضم كامل في هذه الديدان. هاي طبعا هنا سطر جاي اضافي من الدودة الشريطية. زين ايضا عندنا راوند وورم also have waterproof flexible body covering. ايضا عندنا بالنسبة لها تحتوي على غطاء جسم او غلاف جسم، هذا الغلاف يكون عندي waterproof اي مضاد للماء، وايضا flexible اي يكون عندي مرن، يكون غطاء جسمي مضاد للماء ومرن. اجي بالنسبة لي الاسكار سلمبريكويز او ثعبان البطن او دودة الاسكارس اللي هي تعتبر من الديدان اللي يصيب الانسان واللي تستقر بالامعاء الدقيقة لهذا الانسان. نجي لنا اسكارس is an infection case by parasitic roundworm اسكارس لمبركوز. الداء الصفر او داء الاسكارس مثل ما يسمونه هو عبارة عن عدوى، هذه العدوى تسببها نوع من الديدان المدورة او الديدان الخيطية المسمات بدودة الاسكارس لمبركوز. This is most common intestinal worm infection، هي من أكثر الديدان المعوية التي تكون عندي معدية ومنتشرة. طبعا هذا هنا الشكل مالتها تسمى أيضا ثعبان البطن لأنها تكون أسطوانية تشبه الثعبان، ما يقارب طولها تقريبا 17 سنتيمتر بس لأنه شكلها يشبه الثعبان تسمى بهذا الاسم. It's found in association with poor personal hygiene. إذن عندنا توجد بالمناطق أو المكانات التي ترافقها سوء أو فقر بالنظافة الشخصية. Poor poor sanitation and in a place where human faces are used as a fertilizer. إذا عندنا تكون قلنا بالمناطق اللي ترافقها بسوء النظافة الشخصية، poor sanitation، أيضا المناطق اللي يصير بها صرف صحي سيء. And the place where human faces are used in fertilizer وبالمناطق التي تستعمل بها فضلات الإنسان كسماد. How round worm cases human infection، كيف تسبب الدودة المدورة أو الدودة الخيطية تسبب عدوى للإنسان. When intake of food or drink contaminated with roundworm eggs. إذا عندنا عندما نتناول طعام هذا الطعام يكون عندي contaminated with roundworm eggs، يكون ملوث ببيوض هذه الديدان المدورة. The escarse eggs hatch and release larva within an intestine. إذن عندنا بالنسبة لهذه البيوض من تدخل إلى المعدة راح عندنا تفقس وتنطلق من عندها أو تخرج من عندها اليرقة، هذا مثل ما قلت يكون داخل الأمعاء.
The larva then move through the bloodstream to the lungs. بعدها هذه اليرقة راح تذهب مع مجرى الدم إلى الرئتين. يعني شنو؟ يعني هي موجودة بالأمعاء الدقيقة، راح بالأمعاء تخترق جدار الأمعاء، تذهب مع الدم وتذهب إلى الرئتين. Exit up through the large airways of lungs. راح تخرج من خلال الرئة، تخرج إلى المجاري، الهواء التنفس اللي موجودة بالرئتين. And swallowed back into the stomach and intestine. وتبتلع مرة ثانية وتعود إلى المعدة. يعني بما معناه أنه هي عندنا راح تكون عن طريق الفم، تذهب من الفم إلى المعدة، ثم إلى الأمعاء، من الأمعاء تخرج مع من فم معدة أمعاء، من الأمعاء تخرج مع مجرى الدم، تذهب إلى الرئتين، من الرئتين راح وين تذهب؟ راح تذهب إلى المجاري الهوائية، بعدها من المجاري الهوائية تبتلع مرة ثانية وتعود إلى الأمعاء. هذه الدورة كليتها اللي راح تصير كانت تسمى بدورة الطفيلي التائه. يعني شنو الطفيلي التائه؟ يعني يعني ياخذ دورة كاملة حتى يرجع مرة ثانية إلى مكانه، ولكن هذه الدورة تساعده على بناء جسمه بشكل كامل. طيب نجي هنا نكمل بالنسبة للمادة. During movement through the lungs the larva may produce an uncommon form of pneumonia called isonophic pneumonia. إذا عندنا خلال هذه الحركة أو خلال هذه الدورة اللي تكون بها اليرقات في داخل الرئتين راح تسبب نوع نادر أو مرض نادر غير شائع من الأمراض الالتهاب الرئوي الذي يسمى ب الإيزوفيليك بنيومينيا، الالتهاب الرئوي اليوزيني. طبعا هذا المرض عندنا يحدث نتيجة لأنه هذه اليرقات تأذي المجاري التنفسية. Once back in the intestine عندما تعود مرة ثانية إلى الأمعاء they mature into the adult round worm. راح عندنا تنمو وتنضج لتكون عندي دودة بالغة أو دودة إسكارس بالغة. Adult roundworm live in intestines when they lay eggs where they lay eggs. إنه عندنا بالنسبة لها الدودة المدورة أو الدودة الأسطوانية live in intestine تعيش في الأمعاء. Where they lay eggs هناك عندنا راح تقوم بوضع البيوض. That are present in faces. Faces إنه هي عندنا راح هذه البيوض تطرح أو تخرج مع البراز. الشعبة اللي بعدها راح أخذها اللي هي فاليوم أنيليديا اللي هي شعبة الديدان الحلقية. There are about 50,000 species in this group. موجود عندي حوالي 15,000 نوع من هذه المجموعة أو من هذه الديدان. Typical example المثال النموذجي are the medicinal leech and earthworm. Medicinal leech الليتش العفو عندنا دودة العلق الطبي and earthworm ودودة الأرض. إذا هذه المثالين اللي تكون عندي مثالين أساسية أو مثالين نموذجية لهذه الديدان. They have segments that make up their body. إذا عندنا بالنسبة هنا إذا تشوف هنا شكلها راح تلاحظ إنه مكون من segments أو من حلقات. هذه عندنا الحلقات make their body اللي هي عندنا راح تكون عندي جسم هذه الديدان. Segments are divided internally by septa
and each segment has seeds that aid the annelidas in moving. إذا عندنا بالنسبة لهم قلنا إنه جسم مقسم إلى حلقات. هذه الحلقات أيضا عندنا مقسمة داخليا بواسطة حواجز. كل حلقة تزود بهذه اللي نسميها إذا تلاحظها هنا هذه الخطوط هذه اللي نسميها بالأهلاب، وهذه الأهلاب تساعد على الحركة حركة الحلقات في الديدان. digestive system العفو digestive tract and nerve fibers are continuous throughout the segment. القناة الهضمية وأيضا الألياف العصبية تكون عندي مستمرة خلال هذه الحلقات، لكن عندي شنو اللي راح يصير؟ but other structure are separates العفو repeated ولكن بقية التراكيب تكرر في كل حلقة جسمية. The segment question: the segmented body of annelida provide agility and elasticity. إذا عندنا القطع الجسمية اللي مقسم إلها الجسم توفر خفة للحركة ومرونة أيضا لهذه الحركة. As a result of separate body cavity and muscles of each segment. لأنه هذه عندنا راح تنفصل بهذه الحلقات، تنفصل تجويف الجسم وأيضا تنفصل حلقات في كل قطعة جسمية، مما يعطي مرونة ويعطي سهولة بالحركة. This body cavity and muscles function as a hydrostatic skeleton. لهذا السبب عندي التجاويف الجسم والعضلات اللي موجودة يكون عملها كهيكل هيدروستاتيكي. يعني شنو هيكل هيدروستاتيكي؟ يعني هيكل يكون متوازن بالنسبة للموائع. شنو الموائع؟ الموائع يعني السوائل. Body movement is provided by circular smooth muscles. حركة الجسم يوفرها أو تتم عن طريق circular smooth muscles، عضلات ملساء دائرية. Annelida have a simple eyes similar to cindaria. إذن عندنا بالنسبة لها تمتلك عيون بسيطة مشابهة للعيون الموجودة بالنسبة لشعبة اللاسعات. They don't have a special respiratory system. إنه هي ما تحتوي على جهاز تنفس خاص بها. إذا ما تمتلك جهاز تنفس، شلون راح يتم التنفس؟ gas exchange take place by diffusion across the cuticle layer skin. إذا عندنا بالنسبة للتبادل الغازي gas exchange take place إنه يحدث by diffusion across the cuticle layers skin. إذا عندنا يتم عن طريق الانتشار عبر طبقة الكيوتيكل. نجي importance of earthworm، ما هي أهمية دودة الأرض؟ طبعا دودة الأرض موجودة بالحقول، موجودة بالمزارع، موجودة بالحدائق. هذه الدودة مهمة جدا بالنسبة للمزارعين وأيضا بالنسبة للنباتات اللي موجودة بالتربة. نجي نشوف عندنا شنو هذه الأهمية مالتها. breaking down organic materials and adding nutrients to the soil. إذن عندنا تقوم بتحطيم المواد العضوية وتضيف مغذيات إلى التربة. Earthworm help lessen soil so air can circulate. This help plants grow. إذن عندنا تساعد على lessen the soil تفتيت التربة. Air can circulate. يساعد هذا على دوران الهواء أو انتشار الهواء، وهذا عندنا helps to plants grow، يساعد على عملية نمو النباتات.
الشعبة اللي بعدها راح اخذها اللي هي شعبة الفاليوم مولوسكا، مولوسكا او ادي المولوسكس اللي هو شعبة الرخويات او شعبة النواعم. مولوسكس ار سوفت بوديز بايلترالي سيمتريكال انيمالز، اذا هي ادي حيوانات تكون هذه الحيوانات رخوة او ناعمة، جسمها ناعم طري، وايضا عندي تناظرها يكون جانبي. It's about 50,000 living، موجود عندي 50,000 نوع حية، and 35,000 vessel species of mollusks are known، وأيضا موجود عندي 35,000 نوع يكون من الرخويات الأحفورية المعروفة. An example of this group include، الأمثلة على هذه المجموعة تضم المسلز اللي هي عندي البلح البحر، الأكتوبوس الأخطبوط، السنيلز الحلزون، السلوجز اللي هي عندي البزاقة العريانة، هذه نوع من الحلزونات. هذا الحلزون يكون عندي خالي من الصدفة، ما بيه صدفة، لهالسبب عندنا يسموه بالبزاقة العريانة. عندنا أيضا الأوسترز المحار، وأيضا عندي السكويد اللي هو عندي الحبار. Many species are marine but there are some fresh water. عندنا قسم الغالبية أو العديد منها تكون عندي بحرية، ولكن بعضها يعيش بالمياه العذبة. عندي بالنسبة للمسلز and snails and many terrestrial slugs and snails، إذا موجود عندي بعض الأمثلة اللي هي عندي بلح البحر، الحلزون أيضا، هذا عندنا تكون عندي الموجودة ب أو والبزاقة أيضا موجودة عندي بالمياه العذبة. Their soft bodies are usually covered dorsally with the with a hard shell mantle made of calcium carbonate. إذا عندنا بالنسبة إلها أو CaCO3. إذا عندنا بالنسبة إلها إنه الأجسام تكون ناعمة، الجهة الظهرية لهذه الأجسام عندنا تغطى بصدفة، تكون هذه الصدفة صلبة. المادة الأساسية أو المانتل ميد أوف كربونات الكالسيوم، المادة اللي تكونها هي مادة كربونات الكالسيوم. Both mantle and mantle cavity carry shell producing gland. أي عندي الاثنين، الصدفة أو الغطاء والتجويف الغطاء لهذه الصدفة تحتوي أو تحمل غدد، هذه الغدد تقوم بإنتاج الصدفة. A flat board muscular foot is used for locomotion. إذا عندنا موجود عنده قدم عضلية، هاي القدم تكون عريضة أو مسطحة تستعمل للتنقل. Mollusks have a complete digestive system. إذا بالنسبة إليه يحتوي على جهاز هضمي متكامل. Food crushed in the mouth، إنه يطحن الطعام أو الغذاء في الفم. By specialized structure known as radula، إنه عن طريق تركيب متخصص يسمى بالميرة. It's similar to the tongue with hard teeth. هو يكون عندي يشبه اللسان ولكن مع أسنان تكون صلبة. طبعا هنا إذا تجي عليه راح تلاحظ أنه هو راح يكون بهذا الشكل كأنما يشبه المنشار أو العفو يشبه المبرد. زين. After mechanical digestion، بعد عملية الهضم الميكانيكي أو الآلي اللي تحصل بالفم، the food material form as a cord-like structure. مادة الطعام أو المواد الغذائية تصبح بشكل تركيب يشبه الحبل and is transported down to the esophagus into the stomach، وراح تنتقل أسفل المريء ومن ثم إلى المعدة. The final product
النواتج النهائية of digestion لعملية الهضم are absorbed by stomach and intestine، راح سوف تمتص من قبل المعدة والأمعاء. إلى هنا راح تنتهي محاضرتنا اليوم، أتمنى تكونوا استفاديتوا من عندها، وأتمنى نلتقي بالمحاضرة القادمة. مع السلامة.